وين بت البارح يا القلب الفارح. قال لك يتشبع الكرش، تقول للراس غني، وانا كرشي مازال ما شبعتش، كيفاش تجيني الغنيه؟ نودي نودي نودي، تشوفي خاتك دوجة واش راهي دير. خاتي دوجة شبعت غدا تما برك، مانيش نغني راني نخمم. خاتي دوجة راني نتكلم مع نفسي العزيزة، عمرتي العزيزة. واخا هي كتيبها وحدو. مشاهدينا الكرام، مس الخير عليكم، رانا في إطلالة جديدة، هضر كيما حنايا. أنا عاودت وليت لكم اليوم يا درا خالتي دوجة واش راح طيب بنا. هنشتكي لكم عن بالها ما نعرفش نطيب، على بالكم خلي برك. خالتي دوجة مس الخير عليك، مسك بالخير يا الغالية يا العزيزة يا تاج راسنا. قولي لي اليوم واش راكي، كاين زوج حاجات على بالي هنايا، وشنو؟ هذاك عدس، عدس شريبة عدس. ايه حصراه قال لك كل عدس. كيفاش يقولوا؟ كل كل ودس، كل ودس، العدس كل ودس، العدس كل ودس. ايه الله الله. وعندنا طبق واحد اخر، راني نشوف شحيمه وشويه حشاوش، خبز محشي. ايه الله يبارك، يعطيك صحيحتك. حنا نقولوا لها تي مخلعت، مخلعه. تي مخلل، تي مخلعت، تي مخلعت. قبيله تاع تايوان، هاكو تشوفوا، هاكو تشوفوا. ايه راهم كامل دوكا لي بارون تاعهم يضحكوا عليا. ايه واش تحبوا؟ هيا على بركة نبدأ. الله نبداو ان شاء الله، نبداو ان شاء الله. قديرتنا واش عندك كامل كما يقولوا المكونات لي زانغريديون؟ لي زانغريديون هذوك نسيتهم. راحوا لا لا قولي لنا. عندنا تشوفي حبه زروديه، حبه بطاطا، بصله، كرافس، وثوم، الطوماطش تاع بواطا، والعدس. هاهو باين بلي عندك شويه شحال شباب. هذاك الرقيق دواء وعيش هذا. شمختيه يا اخي. كما يقولوا الى ايتي ترومبي. هايل. شباب هذا على بالك دواء وعيش هذا مليح ولا غير شباب؟ شباب شباب. على بالك بلي مليح الانيمي. ايوا هذا اللي يقولوا مليح. والله غير مليح مليح. يتحمص الله الله. احنا كلش نديروا في الكوزينه تاع خالتي دوجة. يتحمص بطبع والشان. ويترحى الله الله مع العسل. هاكو تشوفوا معايا خالتي دوجة طيب، وانايا كلش المحاجيات لي زاستيس كلش. وفي رمضان بقالات. هاكو تشوفوا شحال شباب. اولا يهبل هاد العدس، العدس شباب مليح للانيمي، يتحمص بالطبع والشان كيما طمينا، وبعد يترحى ويدروه بالعسل حره، مليح لفقر الدم اللي عنده الانيمي، فهمتوا؟ المليح للصحة الصحيحة. فهمنا احنا بكري كانوا يعطوها لنفسها، يعطونا ناكلوا، يقول لك فيه الحديد، فيه الحديد صح. كل خونا مالينا كانوا يعرفوا، وانتو ليكا الناس زمان كانوا يعرفوا واش يوكلوا لوليداتهم. ودوك هاكو على بالكم عصر السرعة، بيتزا بلي فخيت يا يما العزيزة. هيا خالتي دوجة عطيني الزيت. ايه نعطيك زيت زويته. زيت دونك هاد الشريبه هادي تطبي كارط بابي، يلزم لك العدس، الزيت، واش ثاني قولي؟ ايه قلت لك هاك حبيبه زروديه وحبيبه بطاطا والثوم. اي تسمى هذا عدس وشويه خضره. ايه بالخضره. ايه وكرافس، والكرافس وريقه كرافس بيان سور بيان سور. والملح خالتي دوجة اعطيني شي طحن سمن. ايه الملح العزيز، شي طحن سمن هاكي. عطيني تشوفي هذيك روحها. انا على بالك انا مازالني قديمه، ما نستعملش بزاف هادو تاع عطيني مغرفه، مغرفه تاع الحطب. معليه معليه، مغرفه تاع الحطب هاكي. هادي نص 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 نص. شوفي خالتي دوجة، انا من نهار اللي شفت عندك هاد السمن العزيز نحول، والله غير جاني كيما قال، وليت وليت نشري دائما هاد لاماركة هادي، وليت نشريها. تشري الله يبارك. الريحه ديالو تنفنف في الماكله، الريحه تاعو تنفنف، ريحه تجي شابه. لا لا الريحه تاعو تنفنف، شم المشموم ينحي عليك الغبينه والهموم.
شحال شاب عاوديها لي شم المشموم ينحي عليك الغبينه والهموم. راكي تشعل هذه شوفي راكي الشعر يا قلت لك وين بت البارح يا القلب الفارح. اني قلت لك جلم بو صالح وش كليت التفاح من نفاح جرقاقي بالسوقي. ارفد يدك يا المشحح ولا نضربك قرصك بالمفتاح. المفتاح راه واعر. روحي شالي لي البورنو بركيه خالتي دوتا على بالك من خلال الحصه ديالنا رانا نستقبلوا المكالمات. والارقام راهي تظهر في اسفل الشاشه ديالكم. مرحبا بكم حبابي وناسي. نتلفوا لهم ثاني واش راح نديروا. حبابي وناسي. نعم. في الكحل. ايه في الكحل. نعاون فيك خالتي دوتا. اه ويعطيك الصحه بنتي عايش كان نحب يعاونني. يسلمك. يسلمك. خالتي دوجا دوك يحسبوني من عشان طيب كيما مصطفى الله يرحمه نهار يتزوج. نحكي لك الحكايه تاع الطياب. احكي لي ماذا بيا انا نحوس نسمع الحكايات. انا المهم نهار تزوجت. الو الو قلعت لا مكالمه راني نسمع. الو المكالمه قد انقطعت. المهم المهم نهار تزوجت. الله يرحمك يا مصطفى. الله يرحمه ويوسع عليه. عم بالو ما نعرفش نطيب. مسكين جمعه هو يجيب لي الماكله البارده. هادو فرامج، هادو كازوز، هادو الاخر هادو. اه. وانا غادني الحال. تشاهيت بطاطا مشرمله. تشاهيت شلاده تاع البطاطا بالبصل. تشاهيت زوديه، تشاهيت كلش. وعندنا اتصال. ومن بعد نكمل لك خالتي دوجا. روحي. الو الو. الو. الو مس الخير. السلامة خالتي دوجا. الله يسلمك بنتي. خالتي دوجا انا بالي قد خالتو عواوش. تضحكي يا. عسلامتكم عسلامتكم. الله يسلمك بنتي. نورتونا. نور يا بنتك. نوبيك ان شاء الله بنتي. هيا راهي معاك خالتي دوجا. هاني معاك بنتي هاني. السلامة خالتي دوجا. الله يسلمك واش راكي انتي لاباس؟ مليحة؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والصحة لاباس؟ الحمد لله. نحمدوه ونشكروه. كثر خير ربي. خالتي عواوش واش راكي؟ والله غير راني بخير ست عليك الخير. مرحبا بسؤالك. الحمد لله الله يطولكم في عمركم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي العزيز. آمين. شكون معنا من فضلك؟ أنعم؟ نعم عليك الله، شكون راهي معنا؟ إلهام القبة. إلهام القبة ونسلم على ناس القبة كامل الكلية. الله يسلمك. الهايلين. إيه خرجت الرجال القبة. يعني كيما الجزائر كاملة. خاطش عندي حبابي يسكنوا في القبة. الله يبارك. يبارك في حسناتك، يبارك في حسناتك. يسلمك. قولي لي. اليوم نعم عليك الله كاش ما حبيتي تقترحي على خالتي دوجا. خالتي دوجا يعني نضل مقابلتها. ايه تقابلك الصحه والراحه ان شاء الله. وهذيك التبيخه ديالها ما نساهاش نالي درتها. ايه الله يبارك. يبارك فيك حنونة روح. كاش ما كي حابه يعني قولي لي قولي لي. نعم نعم دايما قولي لي كاش ما راكي متمنيه. كاش ما راكي متمنية تزيد لكم خالتي دوجا هي في الخدمة. هاني الله يسلمك والله غير ماذا بينا يعني نروحوا للأطباق يعني هذوك تاع الزمان. اللي نسيناهم. اللي نسيناهم. وهذا هو الهدف تاع هذه الحصة والهدف ديالي مع خالتي دوجا. والله غير ماذا بينا نشوفوا هاد لي غوسات دركا وما باش ما باش نتفكروا يعني باش ما يروحوا لناش عاداتنا وتقاليدنا. على خاطرش القديم ما تفرط فيه. نعم. نعم ديما قلت لك القديم ما تفرط فيه. القديم ما تفرط فيه. نعم نعم نعم. جديد عزه والقديم ما تفرط فيه. يعطيك صحيحتك يا بنتي. يسلمك امين ان شاء الله اجمعين. كاش ما راكي ديري دي غوسيت هكذا تاع القدم لوليداتك. تاع زمان نقدم بزاف والله غير ما نديرش تاع زمان كي نحب ندير حاجه تاع زمان ولا نعيط لماما. اكزاكتومون على خاطرش الدراري تاع دوكا تاني واعرين الدريه تاع دركا ما راهيش كيما تاع بكري. بكري شبع وطباع. ماكلوش كلش كاينه. بكري شبع وطباع
ودروك لانفون هو اللي يدير لو منو. كاينه صح والله يحبوه، ويموتوا على لي فخيت ويموتوا على البيتزا ويموتوا على هذوك لي زومبو. انا هذاك الشيء ما يدخلش كامل داري. ايه يعني انا ولا غير ملفت لهم ياكلوا كامل خضره الحمد لله. شوفي نقول لك حاجه، انا ندير لك حتي دوجه. شوفي بكري بكري كانوا الاولياء يعرفوا الاطباق الصحيه، ما كانوا دي نوتريسيونيست، ما كانوا دي ديتيتيسيان، مي كانوا يعرفوا بالفطره وهذا من البول الجد من الامهات كما قال من الام للام. وكانوا يعرفوا الحاجه اللي فيها الفايده الجسم تاع الانسان وللصحه. اي فيف لي روسيت دو غرانمير اوسي ها، يعني فيف لي روسيت. نعم فيف لي روسيت دو غرانمير. حنا دركا رانا نشوفوا يعني دراري واحد النهار سقساوني قال لك علاه ماهمش ياكلوا دون سوغ ان بلاتو، علاه ماهمش ياكلوا دراري الماكله تاع بكري. جيت قلت سقسيت لي جون قلت لهم تحبوا البركوكس، والله واحد مرفد يده تحبوا بيتزا بلي فخيت كامل داروا هكذا بيتزا بلي فخيت يموتوا عليها ولي تا هذوك لي تاكوس وهذوك لي تريك و... ايه وحنا لا لا انا ما نحبش هذه الماكله تاع هذوك. على بها يمرضونا بزاف، على بها راهم يمرضوا بزاف، ما ياكلوا العدس ما ياكلوا ما ياكلوا البركوكس. دوكا نشوف حاجه كونجيزي تدخل الكونجيلاتور. اكزاكتومون كان بكري حتى الترقاد في القصات والقصد كان القصد من الطين، والطين حاجة صحية للجسم الإنسان فهمتي والله صح. وإن شاء الله خالتي دوجة بفضلها إن شاء الله راهي ترجع لنا في يامات الزمان والله غير ما دابين والله غير اللي ما نستغناوش عليهم على بالك. كاينه صح والله غير انا تمنيت نخدم معاها وراني معاها هاك معايا صافي بليزير. ايه والله غير تمنيت وحنا كنا متمنيين نشوفوكم هكا في الشاشه وتعاودوا ترجعوا لنا التقاليد ديالنا تاع زمان، ترجعوا لنا يعني الطبخ تاع بكري. الوغ اون اي هاد لوكازيون الحمد لله. وانا تاع بكري يا اخي تعرفوني التورات 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 شيخة الحمد لله الحمد لله. يعطيكم الصحة الله يسلمك بنتي. هدرتك حلوة كي العسل كيما قال النحلة. ونشكرك الشكر الجزيل على هذا الاتصال يا بنتي، وإن شاء الله نتزيدوا نتلاقاو في ملاقات الله إن شاء الله يا بنتي. وسلامي الحار الناس القبة العزاز ان شاء الله يا الله يسلمك نورتونا الله ينور ياماتكم ان شاء الله يسلمك الله يفي روحك انت تنور بيك ان شاء الله الله يفي روحك بنتي ان شاء الله. شكرا سلامة بقاي على خير بقاي على خير سلامة. حلوة كي السكر هايلة سكر قندلي ناس القبة الحضر وحدة ثانية على بالك انا كتلات بالاتصال فكريني واش درتي في ديك القديره العزيزه ها ولا نوقب قبيل نوقب قدامك شابه يا يما يا يما هذاك الوجه حميمان دونك على بالي درتي بصيله ديتي حبيبه بطاطا حبيبه بطاطا حبيبه زروديه شويه فلفل كحل شويه فلفل كحل طوماطيش توم توم بصل ورميتي وريقات تاع الكرافس ورقه كرافس صربيطه وزدنا العدس ودوكا دوكا انا نكمل لك الحكايه تاع مصطفى الله يرحمه الله يرحمه راح مسكين يشكي لي على بالو مسكين قال لك ما خديت مراه واش عليه فقيل المراه هذه ما طيبش كنت رقيقه ايتو جديداتي كانوا صغيرين ثاني لا لا ثاني ايه من الخميس للخميس وهو يجيب لي في الكميات ومدع جوستي آي الله يرحمها الله يرحمك يا آي مدام بن سعيد تا سعديت ني حسين هايلة آي العزيزة عرضتنا طيبت شريبة وطيبت شتتها تاع الدجاج وشلاطة تاع الورق كانت ماكلتها بنينة وليت ناكل كي هذيك الملهوفة وبعد زعما شتكيت لها من وليدها إيه صح كنت نشتكي لها قلت لها يما وليدك ختني بالشر
شفتي قالت لي يا بنتي انا نعرف وليدي مصطفى كما يقولوا يدو ماشي ليه يدو ماشي ليه وصحة. قلت لها جمعه كامل وانا ناكل شغل هذوك اللي يخرجوا الكومبينغ ما با الكومبينغ. حكماتو قالت له يا وليدي. قالها يا يما سنا نشوف بشويه زعما كان يرودي فيا وصح كان على باله بلي ما نطيبش عن باله. ايه راح قدالي شوفي القضيه الاولانيه تاع الخضره جبت شويه بطاطا شويه طوماطي شويه فلفل شويه تاع البصل جاب الثوم وجاب حبيبات قرعه. قال لي شوفي ديري اون بوتيت غاتاتوي. قال لي قطعي البصل وقليه. ايه قلت له واش علي خليني ندير شوف ندير كيما نعرف ومن بعد دير لي النقطه. اخرج حسيت والله غير بالخلعه اول مره في حياتي. لا هذه ثاني مره كي كانت ما تعطيني نطيب وتخرج مع بابا ربي يرحمهم. طيبت رباكي دخل دار ان جيست وانا فهمت بلي عجبته الماكله. دخل دار شوفي دار للغطا هكذا خزر ودار هكذا ومن بعد حطيت الطابله الاخر. قال لي قلت له مازال ما دقتش كما يقولوا لا يقول نمتل بين الشقة على حواشيها. ومن بعد هاتيك جاتو الماكلة بنينة ومن بعد بديت نوري في الإنجازات تاوعي. وما أدراك الإنجازات حتى نهار حق سيدنا رمضان يزم نعرض عجوزتي قالت لك أنا ما نجيش وحدي نجي مع محمد ربي يرحمه خويا محمد. ومحمد وليد لوستي الله يرحمها أبيلا محمد. وانايا ومولاي بيتي عجوزتي قعدت كلات كامل بالطبح والشن. ثلاث ايام من بعد عيطت لي قالت لي الماكله ديالك مليحه يا بنتي ما وجهتنيش كرشي. ولا لوسي محمد كي جا خارج بس لي راسي قال لي يا عواوش فكرتيني في خالتي الزهره. قال لي والماكله ديالها لميد ما بالطبح والشن معناتها عجبتهم ماكلتي. انا بديت نطيب صغيره خالتي دوجه خاطش انا الكبيره في الدار. انا هي الكبيره في الدار انا البكره تاع الدار دونك البكره كلش فوق راسها صحيح. وبعد ما ماتت صغيره مي مازالني نتعلم جو سوي با شيف جي جامي تي شيف اجي نقول انا شيف انا. وعلي هذا اللي راني حابه نتعلم اشياء واشياء عندك يا خالتي دوجه. ان شاء الله ان شاء الله تعلم. انا خلاص راح شوفي لي دوك هذيك النجره. لا مازال 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 طيبت الزبان مازالت البركه مازالت هاي تغلي هاي خالتي دوجه كي تبعدي في العين كيف دوكا شويه كيف ننسى ننسى هذيك الحاجه ما تنسيش كي تنسي نكون نسيان رانا كامل هكذاك. شوفي الزبايل اللي نديرهم انا والله غير ننسى. هيا شتو القدره دوكا هاي قدرتي ها ولا دستعي ولا الطبع والشان نف الريحه تاعو راهي نف 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 ايه بالطبع والشان هاهي فوالا دوكا خاتي دوجه احكي لي غير انا اللي نحكي احكي لي انا نحب الحكايات تاع بكري. انا ما عنديش الهضره بزاف يعني غير واحد كيلغزني تنغزيني نبدا كيفاه؟ كانت بكري شوفي كانت بكري عجوزتي انا نزيدو نولو لعجوزتي تقعد مسكينه هي شويه نقص لها شوفها ايه وتلايمو كاع بناتها في البيت وانا راني في وسطهم. ومن بعد راهم يقصروا هرد 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 ومن بعد تقول لهم يا من الله دوجه راهي معاكم. ايه على خاطرش ما سمعتكش يقولوا لها بناتها انت دايما دوجه هاي معانا دوجه. ايه خاطر ما سمعتش الصوت تاعها باسكو تحبك تاني ما سمعت صوتها شتي باسكو تحبك وفي قلبها اي والله باسكو على خاطرش تعطيها والله العظيم غير تقولوا ما عنديش كيعودوا يقصروا هكذا انا نولي غير نضرب تلقى وقاعده نخزر يا ربي ولا نغزوني عاد قالوا لي مازال عايشه خاتي دوجه تاع ماتت ربي يرحمها يوسع عليها يوسع عليها ايه الله انا نذكر المشاهدين راني دائما مع الاتصالات تاعكم ورقم الهاتف في اسفل الشاشه
مرحبا بكم ومرحبا بكل المتصلات والمتصلين. الو 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 السلام عليكم. سلام سلام. واش راكي اختي لاباس؟ بخير صحت عليك الخير. معايا شكون؟ الحمد لله. انا معك ام محمد. ام محمد اجمل اسم لي اخر اسامي. نعم لاخر الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام. ما شاء الله ان شاء الله يكون قدوه لوليداتو ليكم ان شاء الله. وليدك ان شاء الله امين. مسميته انا مسميته على شيخ الله يرحمه. الله يرحمه ويوسع عليه واسم يشرفنا ويشرف كل الامه المسلمه عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيك. واش رايك يا ام محمد في الاطباق تاع خالتي دوجه؟ عصبان تاع خالتي دوجه الاطباق. الاطباق الاطباق ما شاء الله. ايه الله يبارك يبارك في حسناتك. لا يعطيك الصحه. الله يسلمك. كاش ما راكي حابه من حاجات عبد الكري؟ انا شوفي انا نحب ماكله. انا نحب ماكله تاع الدار. ايه طبعا نحب المراقي. نحب نطيب هكا. ما نحبش ماكله تاع برا. ايها على خاطرش الماكله تاع الدار. كي نخرج برا والله ما ناكلش كاع هذو لي ساندويتش. ما نحبهمش. نحب ماكله تاع الدار. يسمنوا على بالك؟ ماشي غير على يسمنوا المرض. ايه اغلبيتهم كاع عندهم مرض الكولون. ايه صح. الماكله تاع الدار كاين قد الماكله تاع الدار سخيخه. ما كاينش قد يدك. صح. ايه ما كاينش كيما تنقيها بيدك. الخضره تغسلي الحمالك بيدك. كل حاجه صح. تسمى شويه راكي مضمونه فيها طيبيها بيدك. وخالتي دوجه خاصه راهي تفكرنا وراهي تغرس فينا حب الغذاء الصحي وحب صحية. الغذاء القديم يعني اللي هو كما قال فيه المنافع للصغير والكبير. صحي جدا. لا يعطيك صحيحتك. كاش ما تتمناي حاجه اون غوسيت هكذا نسيناها هي تفكرنا قولي لنا كاش ما كي متمنيه. انا شوفي انا يا نحب وليدي هذاك الصغير عنده 50 في عمره يحب العصبان. يكرم بيت عقباتي. الله يبارك. اي ماكله هذه تاع اصحاب تاع الناس زمان. ايه شوفي خاتي دوجا كي تقولي لها تيك البابيت زيد من زيد من النص. شوفي تولي 20 سنه الى الوراء. عندها الملح تاع اليد. عندها هيدا فيها الملح البركه. لا لا فيها البركه على بالك. ربنا يبارك فيك. ايه فيها رحمه ربي. انا ما غنش عندي دوك شحال عندي 10 سنين كانت جارتنا هنايا تزوجت الخارج ومن بعد ما كانش فهميتها كاع في البلاد. كنت انا ويما انا طيبت معاهم في العرس. الله يبارك. وكان عندي في عمري ربي 24 سنه ولا 25 هكذاك طيبت معاهم العرس. درنا الشربه وطعم. موسى عليك. نعم طيبت. ايه طيب الشربه وطعم. حاجه تاع العرس هكايا البوراك شربه. ايه وشتي العرس اللي فيهم هذيك الطعام فيهم البركه. في بير خادم. انا نحب الطعام ما نحبش الشطاط. حاجه دوكا ولاو يدعوا يديروا طاجين الخام يديروا من هذا لهذا كيما بكريت هكا يقولوا طعام تاع العرس. هكا تقول لي ماما ديري لنا طعام تاع العرس. صح يقولوا طعام العرس الفرح. ناس بير خادم بالطبع. وانت تعرفي طيبي لي غوسيت تاع بكري تاع جدودنا؟ شوفي ندير لك نعرف ندير البغرير. الله يبارك. ايه نفتل. نعرف نفتل. الله يبارك. انا شوفي بديت 15 سنه في عمري بديت نفتل ندير هذاك البغرير. نحب ندخل روحي وين نشوف هكا ندخل روحي. مليح. لا تنسى. لا تنسى. نعم نعم ديما قلت لك لا تنسى. لالة البنات. انا هكذا كنت بكري. انا كنت هكا وين يكون طيب ندخل فيه. وين يكون طيب ندخل العراس ندخل عاد يعيطوا لي نلعب مع الدراري برا ويعيطوا لي. شوفي دوجا روحي ديري يدك. مليح ولا غير مليح اللي ما يدخلش روحه ما يتعلمش. وانا صغيره. الله يبارك. ما تدخليش روحك ما تتعلميش. لازم تدخلي. لازم يكون عندك ثاني الحب تاع الطياب الحب على خاطرش اللي ما عندوش المحبه تاع الحاجه ما يقدرش ينجح فيها. والطياب على بالك فيه الرويحه. ايه صح. الطياب فيه الرويحة. ندير انا هذيك طعام بالخضرة. حنا نقولوا له كان يقولوا له افازين قبيلية يقولوا له افورو. كاين يقولوا له تم قفولت. حنا نقولوا له تم قفولت. انتوما كيما حنا مالها تم قفولت. نقارس تم قفولت. نقولوا تم قفولت طعام بالفول جلبانة. نقارس تم قفولت نكون.
يعطيك الصحة. انا احنا من لابتيت كابيل. الله يبارك خيار الناس. القعدة معك معك حلوة والقصرة معك حلوة يا أم محمد. نشكرك الشكر الجزيل على هذا الاتصال وإلى الملتقى إلى اللقاء. إن شاء الله بارك الله فيك يا ربي يطول عمرك إن شاء الله. ما تنسيناش زيدي عاودي عيطينا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. خاتي دوجة من بعد واش تزيدي؟ زيدوا هذيك خبزة محشية. لا لا دوك العدس راني نهضر لك على العدس. العدس خلاص بقات لي طوماطوش تاع البواطا برك شوية يغلي هو باش ما يتقرسلش. إيه؟ إيه نرمي له طوماطوش تاع البواطا. إذا بعد ما خاتي دوجة تكمل طياب ديالها تاع العدس كلو دس وتزيد ترمي راس تاع الحار طوماطيش تاع البايط ومن بعد ترمي له هذاك يا ويل ولا حر هذاك الفلفل الحر يكوي. خاتي دوجة كي كنا صغار ونقبحوا يديروا لنا فلفل حر لا بونيسيون. لو كان دوكا دير الفلفل الحر لوليدك يرفع عليك قضيه. إذا فاصل ونواصل أعزائي المشاهدين والمشاهدات إلى اللقاء. راني وليت ليكم وشوفوا تولوا كل ما تشعلوا التلفزيون تشوفوني. خاتي دوجة خاتي دوجة تفكرت حاجة قبل ما نبداو خير إن شاء الله. كنت صغيرة كنت يا ربي هذاك وين دخلت للكوليج كنت جيعانة ناكل بزاف وكنت رقيقة. إيه قلت لك مزود الرقيق ماذا يحمل بالدقيق. يعطيك الصحة. والأستاذ اللي راهو عايش سلامي الحر ولا مات الله يرحمه قلبي ماذا ينمو العقل؟ قلت له ينمو العقل بالغذائي. خزر فيا مليح 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 قال لي اعيد السؤال بماذا ينمو العقل؟ قلت له استاذ بالغذائي. ابنتي قال لي فطرتي؟ قلت له فطرت كانت ثلاثه. يا بنتي قال لي شوفي كش ما جبتي في المحفظه وكوليها. قلت له استاذ سمح لي سمح لي ينمو العقل بالمطالعه. عقلي في الماكله ومازال ناكل. اذا الان واش راح تزيدي لنا؟ راني نشوف الخميره اختي دوجة وراني نشم في شحم الغاويه هكذا واش راح ديري لنا؟ هاي خبزه محشيه باش بالبصل والطوماطيش والشحمه وشويه سلق. ولا غير تفكرتي ما الله يرحمها الله يرحمها. ودوك نبداو شوفي دوك نجيب لك نبداو بالعجينه. تبداي بالعجينه هاني شوفي خاطر باش نحط الماء ومن بعد نولي البصل. خاتي دوجة بالك انت راني نعاون فيك شوفي راني نشارك في هاوي دورن. واش قلتي لي؟ هاوي دورن. وشنو اورن؟ علاه تبهدلي فيا مع خاوتي القبايل؟ هاوي دورن جيبي السبيب بو انا واش عباني اورن هي الكارط. هذا هو اورن هذا ماين هذاك هو هذا هو ها هذاك اورن سج السبيد هو اورن. واش بك بعدها؟ شوفي معاك راح تعلم الطياب. ايه تعلمي كلش احنا في الطيابه. او التغنجر و التغنجر وتعلم اللغه الامازيغيه. او دغربال غربال تعرفي الغربال علاش غربال؟ غربال كيما العربيه علاش غربال؟ بصح حنا نقولوا بوسيار. ايه وراه بوسيار ولاش ولاش داكي؟ داكو ولاش داكي؟ ولاش داكي هذا؟ ولاش داكي؟ الجبعيث الجبعيث وغربال النية. اي دونت فاهمين خبيناه يا ربي يا ربي نفرغ لك شحال؟ فرغ شويه زيدي 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 خلق زوج خبزات خبزه فوق خبزه. ايه انتوما انتوما عينكم يا ميزانكم هكا روح داير ناي شوفي هذه دوك زوج قرصات. ايه والله غير مليح. جيبي لي شويه زيت الزيتون ما عليه فوالا. والزيت كيفاش يقولوا زيت الزمور؟ زيت الزمور. ديري لي زيت نفرغ شويه. هلا خلاص هكذا زيدي لي شويه زيت سانغو شويه زيت سانغو زيت المائده.
بكري كانوا يقولوا زيت سونغو. سونغو ايه سونغو يعني سونغو يا بالا قطره بركه شويه بقى. هيدا هكذاك باش بلت ايوا يا يما العزيزه لو كره هنا تقول لي طحت تمتونت شي طوح تمتونت جو كومبرون با تمتونت تمتونت هادي رحتي ليها وقال خليتي تمتونت هذيك تسمت هادي ما اسمها تمتونت تمتونت واش عندي لك دير شي هنايا شوفوا سبحان الله شوفوا شوفوا ناس بكري عينك يا ميزانك ما كان 250 غرام ما كان 100 غرام ما كان بروميزوني فوالا واش زيد لك؟ اويد الملح اويد الملح الملح يبان ونذكر المشاهدين باننا سنستقبل المكالمات ورقم الهاتف او الهواتف في اسفل الشاشه فوالا قولي لي هذا واش يسموه الربح الربح ندير لك ديري ديري زيد شيخة غير نملحوها لا 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 انت قبيحة ولا انا انا قبيحة خلاص انا قبيحة جهنم انا قبيحة نستعرف نستعرف سوي القبيحة ديالي حلوة كي السكر شوفوا هذايا تعالي هاوي دمان هاوي دمان اني نعرف امان الماء الماء لمان لمان دوامان شوفي 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 شحال مليح شتي لا بالك بالك انت ترجعيها لي هذيك تاع بكري اللي قال شوف التاق واش قال تحرحر في دير في الخبز فطير ودير وتحرحر قاعيتك ومش عارف الله ونسيتها هذيك قابعة هذه هي وراجلها الشيخ ايه راجلها ايه قالت له لو كنت تشوف لي في التاق دارت له تشورورو الخبز رجعته كاع قال لها وشنو هذا قالها كي قالت له كنت تشوف لي راه في التاق اللي كان مخبي في التاق دساته ولا مزبايل كامل درنا مزبايل هكذاك هكذاك حنايا وكاين يقولوا قوما ما ندرنا ضورنا في زرقاق تبوال ندير الماء وتزيد الدقيق ودير الماء وتزيد الدقيق حتى ولات انا درت كي كنت صغيره كي ما على باليش بلي صغيره زيد فرغت كوجا باكي وبدات الحاله ديري هي باش ثاني يشرب اسمي المايه كاين كاين دقيق اللي يشرب وكاين دقيق مايه هذا يشرب يشرب هذا مايه باش يرطب ديري زيدي زيد لك زيدي انا وليت نخاف ماشي ناخذ الراي ايوا الله الله نعرف نعجن بالك وتحسبوا بلي ما نعرفش نعجن او كيفاش هذا الشيء كاع عليك ما تعرفيش تعجني ايه حسره يا حسرة إيه كانوا elle fait travailler les bras les biceps et les triceps هاكي تشوفي الله الله خموس وجبرين عليك يا خالتي زوج الله يعيشك ربي يبقي الصحة لازم تقطعي هذا ما توسيش باش ايه شم تشريه هكذا ايوا هكا كان هذا هكا كان سخد مضح ماشي كيما تاع تاع الكوشه اللي هذاك التلكي هذاك التدلكي هكذا عطيلو هذاك وراهم يديروه تاع الفارينه ما يدلكوه ما والو خبط 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 ودير والله ما نديرش يعني بزاف خبابز هيا دوك حنا هذه نحطوها باش نحطوها باش باش يريح كيما يقول العجين يرتاح وندورو للشكشوكه يعطيك الصحه خلاص هو يريح وحنا نقصرو ايوا نقصرو احكي لي نحب الحكايات نحكي لك واحد الحكايه خلي نحكي لك على البوبيه تاع الصبر روحي نحكي لك على البوبيه تاع الصبر عطيني بابي تشوف صحيح ما عليه ايه بوبيه الصبر انا بغيت تحكي لي على بوبيه حجوط واش لابسه نحكي لك على بوبيه حجوط بوبيه حجوط كانت تديرها هكذا وديرها هكذا على بالك هذيك اش نحكيها لك نحكي لك على بوبية الصبر الصبر الله يعطينا الصبر ان شاء الله اللي يصبر كاع ينال ايه يا اخي شوفي خاتي زوج ربي دار كل حاجه زوج 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 على قولك الصبر ينال ودار الليل والنهار الارض والسماء والصبر داروا وحده على خاطر شواعر الصبر
قال لك صبرت يا صبرت وصبر ما فاد دوايا. الحاصل هالك دوك بقيله ديري تشكتشوكه، دوك ندير تشكتشوكه ويد الزيت. الزيت انت ديري تشكتشوكه وانا نحكي لك على بوبيه الصبر. بوبيه الصبر، كان واحد الملك في زمان يا زمان، حاجتكم جيتكم لو كان من توما وخالتي دوجة أنا ما جيتكم. والشمعة إن شاء الله تطلع لبيتكم إن شاء الله يا ربي. بوبية الصبر يا حسرة على بوبية الصبر. أعطيني ذاك البصلة. نعم البصلة. ألو 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 ألو، مس الخير. الو الو خالتي دوجة. خير مس الخير. مس الخير بنتي. الو الو مس الخير عليك، مني المتصلة. الو نعم. قطعت المكالمة. لا لم تنقطع المكالمة، راني نسمع فيك. الو 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 مس الخير. مس الخير اختي، واش راكي؟ واش راكي خالتي دوجة؟ لاباس. لا لا انا عواوش. شال عليك خالتي دوجة هايلي. دوكا ما تغيريش. ما نغيرش. مرحبا بك. سمعيني خالتي دوجة. راني نسمع حنونة، راني نسمع. انا الصوت ويتقطع ويولي. انا نسمع من عندكم. قالوا لي راكي مع شريبات على عدس. الله الله. ايوه صحتكم. الله يسلمك. واسمك؟ على الكسرة تاع الخميع. ايه كيفاه؟ نعم؟ ايه كيف الكسرة تاع الخمير؟ كيفاش ديروها؟ أنا ما نعرفهاش كسرة تاع الخميع هادي. دوك راح تبدا ديرها. نعم؟ دوك راح تبدا ديرها. تاع الشحمة. أنا ما فندير كسرة تاع البيبراس. ايه درتهم هادو كامل ليه؟ ايه أنا ندير كسرة البيبراس، ندير فيها إيه؟ الجلي والنعناع والشيش. ايه 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 ايه. مرحبا بك. ما قلتيناش شكون المتصلة؟ الو نعم عندك دايما واسمك؟ اسمي سهام. سهام منين كتعيطي لنا يا سهام؟ الو وي سهام، منين كتعيطي لنا؟ باب الواد. باب الواد كتير المحال، مزرعة زينة الفرجة، ومقابلتها سانطوجان. قابلتها سانطوجان، سانطوجي. مرحبا بكم، مرحبا بناس باب الواد الأبطال. الله يسلمك خاطي دوجة، الله يسلمك. أنا ماشي دوجة، أنا عواوش. هاي معك. وقيلة دوك تحكمني الغيرة يما ميرا. مانيش نسمع مليح ولا غير صوتها يقطع. عيش تسمع، عيش تسمع. ما شحمة، شحمة واحدة واحدة. انقطعت المكالمة. ماذا بينا لو كانت عاودية؟ والله ما شبعت، ما شبعت الهضرة معاك. هضرة هاي. حلوة كي السكر. حلوة. رميتي خلاص؟ لا صاي وحدتك. نكمل هملاتك الحكاية يا خالتي دوجة. كمل. ألو ألو. لا، انقطعت المكالمة. بكري بكري كان واحد الملك تنكر وراح يجول في المدينة ديالو بين العشيرة، وجايز هو جاي باش يشوف كيفاش هي الحاشية ديالو واش صاري في الدولة ديالو. جاز على واحد الدار يسمع تلت خواتات، وحدة قالت ايه لو كان يتزوج بيا الملك على بالكم واش ندير له؟ شوفوا ندير له زربيه اللي تغطي كامل المدينه ديالو. ثاني قالت انا لو كان ياخذني الملك ندير خبزه نوكل بها كامل العرش ديالو. ايوه تسمع حاجه كبيره. تقت صغيره قالوا لها وانتي؟ قالت لهم انا لو كان ياخذني الملك نغطيه بمحبتي، نغمره بمحبتي. ضحكوا عليها. الملك ولا القصر ديالو، كي ولا القصر ديالو
عيط لثلاث خواتات، الاولى قالها انتيا اهملتك راح ديري لي زربيه اللي تغطي كامل المملكه. قالت له ما نقدرش بزاف، انا كنت غير نضربك هكذاك. خرجوها هذه خلاص. الثانيه قالها اليوم يجيبوا لك التاويل باش ديري الخبزه باش نمكلو كامل العشيره. قالت له بزاف انا شوف يديا ما نقدرش. دخل الثالثه قالها وانتيا لو كان يتزوج بك الملك واش حتعطيلو؟ قالت له نعطيلو قلبي ومحبتي. تزوج بها. شوفي تزوج بها. قالت له نزيد له زوج دراري ولاد، واحد عنده خصله تاع الذهب والاخر عنده خصله تاع الفضه. كيما كان الحال تزوج بها. ايه روح يا زمان اجي يا زمان ولات ثقيله. قال يعيطوا للداده باش تقبلها للقابله. قبلتها جابت زوج ولاد. زوج ولاد هذوك زوج خواتات الستوتات واش داروا؟ تفاهموا مع هذيك القابله ورشاوها وعطاو لها الدراهم وعطات رمات هذوك زوج ولاد في وسط البحيره وداروا لها زوج كلاب. حشاك الملك نهار اللي دخل وشاف زوج كلاب قالهم رفضوها. انت قالها انت اللي وعدتيني وقلتي لي نعطيك زوج ولاد وكان الولاده تاع يا اخي الولاده تاع ربي. غضب عليها ارماها في الحبس. كرمها في الحبس كان خلاص او مليح لي ما قتلهاش وما طيرلهاش راسها. بعد ما راح له الزعاف كان رايح يسافر. قبل ما يسافر حبط ليها قالها كنت زعفان وراح لي زعاف وراني مسافر لبلاد البعيده واش تحبي نجيب لك؟ هذا عنده النيف. قالت له جيب لي البوبيه تاع الصبر. جيب لي البوبيه تاع الصبر. تاع الصبر راح البلاد هذيك راح دخل البلاد وجاب يسقسي على هذه بوبيه الصبر. بوبيه الصبر هاد البوبيه تاع الصبر. ايه ومن بعد هذيك بوبيه الصبر كتعرفوها صاب البوبيه تاع الصبر عند واحد الراجل. قال له بصح يا دوك انا نخمموا شنو هي بوبيه الصبر. نقولوا خاتي دوجة خاتي دوجة قولي لي اش درتي؟ درتي بصيله؟ ايه بلاكي تقولي كي راني نحكي لك ما رانيش هاكلاتي. عيني على المشويه ولا لازم لازم وكيف هذه خدمتنا. درتي شحيمه واه درتي البصيله البصل والشحم ونيس الطوماطيش وزيتي الطوماطيش. ايه وراهم يتقلاو كامل يتقلاو ولا عجينه زعما خمر تقعد مليحه عطيني مليحه ملح. ايه ما عليه وتنساو الملح. لا 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 ايه الملح لو كان ما يكونش ديري ليه ايه لاخاطش انا مانيش ملاحه. اروح انا ما نحبش بزاف الملح. كيما انا ثاني يقول لك كي تكبروا نقصوا حاجات بيوطا الملح والسكر. اوه العجينه كيفاه نديروا لها خالتي دوجة؟ دوك العجينه خلوها ترتاح. هاي ارتاحت دوك نكمل نطيب هذه. ايه تكون ارتاحت. تكون ارتاح بصح باش نعمرها هي حتى تطيب. حتى كي تطيب ايه خلاص. ايه ما نحلوهاش. لا لا بزاف. داكو خلاص. ايه نحلوها باش نعمرها ونغلقها. افو زودغ انت الشيف. نحطوا طاجين. يتسنى نسناو البصل والطوماطيش حتى كي يدبالوا. بطبع والشان. ومن بعد هاتيك نولوا العجينه. من بعد العجينه تكون بردت لنا هذه. ايه؟ يا خديجه هذه راهي طابت وسمحنا انا بالزربه دوكا. ايه فهمي فهمتيني كيما تقول فلانه. هيا كملي كسرتك. ايه احكي بوبيت الصبر
قالوا بصح شوف كي تعطي هاد البوبيه هادي تاع الصبر لمولاتها ماذا بك ما تخليهاش وحدها. سيد سمع واش تقول. كيما كان الحال الملك دخل كي تهضري نشوف قديرتي. ايه العدس طاب الله الله هذاك العدس. ايه شوفي خالتي دوجه ندبر عليك. نعم. الوقت راه الوقت كالسيف اذا ايه. ما قطعته قطعك. اذا نبداو نحلوا العجينه ونطوندو هذه تطيب. لا لا قولي صح كيفاش تحلي العجينه لازم نديروا هذه. اه ايه ونطوندو. لا لا ولا انا زعما السلق انا زعما حبيت نتعلم ونعاونك هذا ما كان نرميه. اه ها والله غير راني نتعلم القبيليه. ها هسال راني نتعلم القبيليه. فوالا هكذا يولوا كيهضروا قدامي يخافوا مني. ايوا شتي تفهمي كلش. ايه تفهمي كلش. ومن بعداتك ايه هذه البوبيه تاع الصبر هي باش تلحق للبوبيه راهي مدسوسه في قوجة كبة تاع الصوف خيط داخل خيط باش توصل لهذيك لازم تنحي الخيوط كامل بطبع والشان. كان يسمع فيها راجلها وتقول ديك البوبية تشتكي لها فيها معها. قالت لها خلاص هي شربت خالتي. ايه شربت صحيح. خلاص اهملتك اهمل نجبد العجينة. ايه جبدي جبدي. ما تقوليش بلي ما خطيتهاش كيما زمان. هاش ته كيما زمان. والطويجن نديرو يسخن. اه ديري نورمالمون نديرو يسخن. اه خلاص. لا لا هذا نحي نحي المقله هذه ونحي المقله هذيك هكذا بركي. واش عندي هذه نحطها هنايا تبرد شويه. لا لا خلاص هاتي دوك ندورو العجينه هذيك ديرها فوق. هلا خلاص فوالا هاوليك طيطوه هاوليك الطاجين. الطاجين وهاي ليك العجينه دي هكذا يا خالتي دوجا كيفاش راهي تلعب فيها. شوفوا يا العواتق تعلموا وانا معكم. الجفنه ما تسحقيهاش. خلاص نحيا الجفنه. خلاص يهملاتك يبوا فوا كسيتها كيما فوالا. وبوبية الصبر بدات المراه تنحي في دوك الخيوط وتشتكي ديك البوبيه وتحكي لها في الحقيقه لي هاك هاك بدا يتحلي خالتي. اه نحل على خاطرش الوقت يداهمنا. ها خلاص ها خالتي هاني نعاونك بالك كي تهضري. هاني نعاونك برك فوالا. اذا هاكي هكذا قلت لك اهملاتك هي مسكينه تفتت في هذوك الخيوط وهي تشتكي حكات كامل واش صرا على خاطرش سطرت خواتاتها. قال لك خوك لا يغرك صاحبك. يغرك صاحبك المراه شكات الربي وشتكت البوبيه تاع الصبر وراجلها كان يسمع كلش. قالها لو كان شتكيتي لي ليا هيا فرسي مازال ولا انت حلي لي هذه وانا نعمر هذه. قالها علاه ما قلتيليش وعلاه ما شتكيتيليش ليا حتى نشتكي
ديتي للبوبيه، جبت لك بوبيه الصبر، انا اللي راجلك. ومن بعد عاقب خواتاتها، وهذا ما سمعنا وهذا ما قلنا. الخوا نورمالمون يا اخي ما يديروش الفخ، اولو الخوا نورمالمون ما يديروش الفخ. كتعيطونا قولوا لنا ولا الخوا يديروا الشر لخاوتهم. هيا ديريها لهم فوق دوكا. وهاديك الشحم خلاص ما خلاص الشحم تصعد، ريحة الشحم راهي تنفنف على بالكم. تنفنف راني شاركتها. ايه فوالا. ايوا هاكو تشوفوا شوفوا فيها. والله غير بالمليمتر باش تعرفوا. ايوا ما نحبش نولي شطارتي. فوالا. إذن خاتي دوجة دركا شوفي لي برك منا. اي كمل التنة الخبيزة. الله الله اها هكا خلاص دوك تحطيها في الطاجين. دوك طيب في الطاجين راهي كملت. الله الله وحنا دركا دوك نتلاقاو في مائدة هكذا دركا. وما كاش اللي ما يعرفش قديم ان شاء الله. بعد كي طيب صحيحتك خاتي دوجة. الله يسلمك ان شاء الله. نفعتكم خاتي دوجة اليوم ونفع من عند الله ان شاء الله. بقاو معنا ونتلاقاو في طاولة التقديم. يا إما روايح البناون خدي دوجة جعت. الناس تعرف الناس والبنة يعرفوا هالدراز. وبنت اليوم كيما كل يوم خدي دوجة واش طيبتينا اليوم؟ طيبت شاي بعدس كولودس. كولودس إيه؟ ودرت مخلعة. إيه يعني الله يبارك. خبزة محشية يعني مخلعة. إحنا نقولوا لها المخلعة. الله يبارك. بس كدرنا لها شوية شحمة. إيه الشحمة الغاوية. الغاوي الشحم الغاوي. إيه هاوليك جا شباب يشهد. والله غير الشاي راني نشوف فيه وشري بعدس راهي تنفنف. ثاني يعطيك صحيحتك. الله يسلمك. إن شاء الله يديروا هكا البنيات يطيبوا كما طيب خالتي دوجة. خالتي دوجة انت راكي قدوة للناس لينا والمشاهدين والبنات اللي راهم جايين حتى اللي جايين مقبلين على الزواج. الله يفرقنا بلا ذنوب ان شاء الله. الى الملتقى في حصة واحدة اخرى ان شاء الله من حصص خالتي دوجة. الله يفرقنا بلا ذنوب ان شاء الله. خالتي دوجة هذيك الخبزة.